هنبتدي باللعبة الأهم الآن وهي كرة اليد، لأن احنا طبعا عارفين كأس العالم على الأبواب في مطلع العام القادم. فريق كرة اليد في النادي الأهلي بقيادة كابتن طارق محروس بيواصل استعداده. الاستعداد كان طبعا على فترات بدنيا فنيا. كابتن طارق محروس لسه متولي المسؤولية جديد، جاب طبعا كابتن عناني معاه مخطط أحمال، عملوا ماتش ودي كان مع نادي الطيران، كان في صالة الأمير عبد الله الفيصل يوم الثلاثاء اللي فات. النادي الأهلي فاز في المباراة 27-22. يمكن الشوط الأول كان نادي الطيران فايز ب 12-11، ده وضع طبيعي عادي ما فيش أي مشكلة. ليه؟ لأنه طبعا الفرقتين بيجربوا لاعبتهم. كان في ميزة كويسة جدا في المباراة إنه كابتن طارق محروس جرب كل اللاعبين. كان عندنا شوية إصابات، يمكن زيزو ما كانش جاهز فما لعبش، عنده إصابة هيقعد فيها أسبوع. كان عندنا محمد جمال، كان عندنا إسلام حسن مصابين، ولكن لعبوا. لعيبة المنتخب أو 9 لعيبة بتوع المنتخب كانوا موجودين، فكانت دي فرصة كويسة جدا جدا لكابتن طارق محروس عشان يقدر يجرب كل اللعيبة. الاستفادة الكبيرة من هذه المباراة إنه قدر يقف بشكل كبير جدا هو محتاج مين في تدعيمات الفريق. خلينا أقول لحضراتكم إن تدعيمات الفريق، وده أنا بجيبها لكم من الكنترول، بس أنا طبعا ما نقدرش، ودي سياسة النادي الأهلي، ما نقدرش نقول أي حاجة أو أي تفاوضات مع أي لعيب، ولكن تدعيم كرة اليد بعناصر جديدة الموضوع بيمشي على قدم وساق. النشاط الرياضي طبعا بقيادة الكابتن رؤوف عبد القادر وكابتن طارق محروس، مش مفيش جهد ومفيش باب يقدروا يخبطوا عليه إلا ما بيعملوه عشان يدعموا الفريق. طبعا كاميرا الابطال ما سابتش حاجه زي ده، ومباراه زي دي كنا لازم نكون مع ابطالنا زي ما وعدناكم، نكون معاهم في كل شيء، حتى لو مباراه وديه هنكون معاهم ونشوف المباراه دي. نطلع للتقرير اللي احنا صورناه ونشوف كابتن طارق محروس ايه وقال وبعض اللاعبين قالوا ايه، وارجع لحضراتكم تاني. ماتش النهارده مش اول ماتش، احنا لعبنا بقى قبل كده مباراه مع الشمس والحمد لله برضه كانت نتيجه مرضيه. فترات الاعداد انت لازم تعمل فيها ماتشات وماتشات كتير، لان انت بتعمل طرق دفاعيه وطرق هجوميه، لازم تشوف الطرق الدفاعيه والهجوميه ازاي هتطبق على الفريق المنافس. عاده انا دايما بعمل في الماتشات بتاعتي قبل اي ماتش ودي بعمل احمال عاليه عشان يخشوا الماتش على حمل عالي، فيبقى استيعابه للشغل اللي بيحصل داخل الماتش اعلى من الاستيعاب الطبيعي. فاحنا كنا لسه اصلا جايين من صاله الحديد شغالين ساعه ونص حديد، فطبعا يمكن ده اللي اثر على ادائهم في بدايه الشوط الاول، ان جايين محملين احمال عاليه. ولكن الحمد لله اما بدات اللعيبه تخش في مود المباراه وبدا الحمل يخف من الشغل اللي احنا عملناه، قدرنا ان احنا نظهر بالمظهر الثاني اللي ظهر بيه الشوط الثاني. احنا بقى لنا تقريبا شهر بنشتغل في الاتجاه البدني بس، احنا لسه ما اشتغلناش في الاتجاه المهاري والاتجاه الخططي، فتقريبا 50% من الاداء. طبعا زي ما حضرتك عارف احنا عندنا 5-6 لعيبه ناقصه، لسه طبعا عندنا صفقات باذن الله شغالين فيها، وزي ما حضرتك عارف كل جمهور النادي الاهلي عارف احنا صفقاتنا بتتم من خلال لجنه التعاقدات في النادي، بقدم الطلبات وبقدم الحلول والحلول البديله. هي المشكله اللي هتقابلنا الفتره الجايه، انا عندي 9 لعيبه رايحين المنتخب، فالبقيه هي اللي هنشتغل بيها، بس اكيد طبعا لازم عشان نمشي مع المنتخب بالتوازي بالعامل البدني والفني هنعمل ماتشات طبعا وديه بدون لعيبه المنتخب في الفتره الجايه. كان اصابات عندنا الوحيده تقريبا اسلام، وعندنا محمد جمال النهارده الحمد لله خد 10 دقائق، اسلام زي ما حضرتك شفت خد ربع ساعه الشوط الاول وربع ساعه الشوط الثاني، والحمد لله اطمنا عليه. وباذن الله الفتره الجايه عندنا زيزو على فكره من ضمن الناس الغيابات، زيزو ما لعبش ماتش النهارده لانه عنده مشكله في ظهره وبيتعالج، فاضل له حوالي 10 ايام ويعود للملعب. بالنسبه لماتش النهارده يعني احنا ابتدينا ده تاني ماتش ودي نلعبه، ابتدينا واحده واحده نخش على مرحله الماتشات الوديه. كابتن طارق الاول بدا معانا عشان احنا قاعدين بقى لنا 4 شهور، فبدانا بحته ان احنا بس نعلي الحمل البدني الاول، نبتدي نرجع نفسنا نقف على رجلينا. بدانا في مرحله الماتشات الوديه الحمد لله يعني المستوى ماشي تصاعدي، يعني الماتش اللي فات كان المستوى لسه ما حافظناش الملعب وكده، النهارده المستوى احسن الحمد لله وقدرنا ان احنا نكسب يعني كويس الحمد لله. الشوط الاول احنا عملنا شوط كويس، لكن هي بس كانت فيه سوء توفيق يعني سنه، فكابتن طارق ادانا الحاجات اللي كانت ناقصانا، الحاجات البسيطه اللي احنا ما كناش واخدين بالنا منها يعني. الشوط الثاني ظبطناها فالحمد لله قدرنا ان احنا نرجع ونكسب كمان فرق يعني.
الله النهارده يعني الموسم ده باذن الله يستنوا مننا ان احنا نرجع تاني بقى للنادي الاهلي للعصر الذهبي بتاعه، وباذن الله نرجع كل البطولات ان شاء الله للنادي الاهلي. لا طبعا هو بص يعني مش هقول لك اللي هو اجمد حاجه، بس هو انت لسه واحده واحده الماتش اللي فات كان اداء الحمد لله كويس، وتاني ماتش الاداء الحمد لله بيعلى، بتيجي بقى واحده واحده مع التمارين والماتشات يعني باذن الله. الشوط الاول انتهى 12-11 لفريق الطيران، الشوط الثاني كان فيه كلام ثاني 27-22 النادي الاهلي. ايه اهم التعليمات اللي كابتن طارق محروس قالها لكم ما بين الشوطين نزلتوا فرقتوا في الشوط الثاني؟ هو احنا قبل يعني هو هيدي ماتش ودي مش بفرقش فوز او خساره، بس هو احنا بننزل بنبقى فيه تجارب وكده، بس الشوط الثاني طبعا انت موجود في النادي الاهلي ما ينفعش حتى لو ماتش ودي تخسر، فنزلنا الشوط الثاني احنا دوسنا نفسنا هنكسب يعني. طموحي مع النادي الاهلي مفيش بطوله هتروح ان شاء الله السنه دي من النادي الاهلي، وطبعا جمهور احنا عارفين اللي هو واقف في ظهرنا ومش هيسيبنا في اي حاجه باذن الله.